تعلق بالنادي الاهلي مقبلين على بطوله مهمه ودور هام جدا، الدور التمهيدي الثاني من بطوله دوري ابطال افريقيا، عشان كده لازم باذن الله ان انت تتخطى هذا الدور. الفريق مش قوي بالشكل اللي احنا ممكن نكون بنفكر فيه، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي بيعمل حساب لاي فريق هيواجهه، مفيش حاجه مضمونه، باذن الله نكون موفقين في هذه المباراه. لكن بالتحديد عايز ابتدي مع حضراتكم بشيء مهم قوي، وهو فيما يتعلق بتصريحات مستر رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي مع صحيفه بيلك السويسريه النهارده، وتصريحات مختلفه ومهمه جدا عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم شويه. وبالمناسبه احنا هنا مش بنتكلم او بنضخم من قدرات مستر فايلر او بنقول ان ده انسب واحد جه وان كده النادي الاهلي جاب احسن مدير فني في الدنيا وكلام من ده، لا احنا بنقول المعطيات اللي بتبقى قدامنا، الكلام الراجل ايه، شخصيته شكلها عامل ازاي، وفي الاخر هو اللي هيخلينا نحكم عليه سواء بالسلب او بالايجاب ان شاء الله من خلال ايه، من خلال المباريات بالنسبه للنادي الاهلي وشغله في الملعب والكاتشانه بتاعته من الاخر كده بلغه الكوره، يعني عايزين كوتش في الملعب ان شاء الله، متفائلين ان ده ممكن يكون موجود مع مستر فايلر. لكن نحلل شويه الامور ونحلل شويه الايه التصريحات. هو الراجل في البدايه من خلال صحيفه بيلك السويسريه اتكلم وقال بداية المفاوضات كانت ازاي؟ ان كان في وسيط اتكلم وعرض عليه ان ممكن ان هو يدرب النادي الاهلي، وكان في اجتماع في البداية مع مندوبي النادي الاهلي طبعا المهندس خالد مرتجي وامير توفيق. الاجتماع الاولاني كان في مدينة موناكو في فرنسا، وبعد كده الاجتماع الثاني كان فين؟ كان في زيورخ في سويسرا، وده اللي تم فيه حسم كل الامور الخاصة بالتعاقد. قال ان هو استطلع رأي مستر كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك المدير الفني السويسري، وخد رايه قال له ايه رايك، انا جاي لي عرض كذا كذا من النادي الاهلي شايف ايه. مستر كريستيان جروس قال له ما تترددش لحظه في الموافقه على عرض النادي الاهلي، نادي كبير عنده جماهيريه عظيمه في مصر، ودي فرصه ما تفوتهاش انك تتولى تدريب النادي الاهلي، ده طبقا للي مكتوب في الخبر. وقال ان جروس نصحه بقبول هذه المهمه. عن انطباعاته بقى في مصر لما جه مصر الانطباعات بالنسبه له عامله ازاي؟ قال ان في سويسرا احنا اقرب حاجه بالنسبه لنا الدوري الالماني ومتابعينه بشكل كبير جدا، ونعرف ريال مدريد ونعرف برشلونه وكلام من ده، لكن ما كناش نعرف قوي الكره الافريقيه بشكل عام. فبالتالي قال ان لغه الارقام في مصر هي اللي بتتكلم بشكل واضح بالتحديد عن النادي الاهلي. قال ان هو النادي الاهلي متواجد في القاهره، القاهره تعداد السكان فيها حوالي 20 مليون نسمه. قال ان النادي الاهلي عنده 60 مليون مشجع، ده على الاقل تقريبا يعني اعتقد جماهير الاهلي اكتر من كده، لكن قال في 60 مليون مشجع للنادي الاهلي، فده بالنسبه له تحدي كبير قوي وشيء يدعو للشغف بالنسبه لمستر فايلر ان هو عايز يخوض هذا التحدي وهذه المهمه في مكان مختلف وثقافة مختلفة على حد تعبيره. وقال ان هو فوجئ في المؤتمر الصحفي ان انا كنت موجود، على حد كلامه يعني هو كان موجود في المؤتمر الصحفي وفوجئ بحوالي اكتر من 100 اعلامي وصحفي متواجدين في هذا المؤتمر، فده بيعكس مدى اهمية هذا النادي ومدى اهمية الحدث بتولي مدير فني جديد لقيادة النادي الاهلي، فقال ان ده شيء شده جدا. كمان التعرف على ثقافة مختلفة اتكلم فيها وقال ان عنده طاقة هائلة عايز يقدر ان هو ينفذها مع فريقه الجديد مع النادي الاهلي. قال وتطرق لموضوع عائلته، قال ان عائلته مش هتكون معاه في القاهرة بشكل دائم، هي هتيجي كل 5 اسابيع عشان تزوره. وقال اهم شيء بقى الوضوح، قال النادي الاهلي عشان افضل مدير فني فيه لازم ان انا اكسب، لو خسرت ابقى انا كده في خطر، وهو مبسوط بالجزئيه دي قوي لان الموضوع واضح عكس في سويسرا، انا جاي مش عارف انا لو كسبت او خسرت الاهداف مش محدده، لكن في النادي الاهلي الاهداف محدده بشكل كامل وتام جدا، فده اللي مخليه مبسوط قوي، وقال ان هو مقبل على تحدي كبير جدا باثبات نفسه مع الفريق الاهلاوي. التصريحات كلها مهمه ومميزه وبتدل على شخصيه الراجل، بالمناسبه شخصيه الراجل شيء مهم بنعيده وبنزيد، الكلام كله بيبان في الملعب، ان شاء الله الراجل يكون موفق في الملعب واكيد هنشيد بيه كل الاشاده باذن الله لما يحقق النتائج المرجوه. طيب ده كان كلام مهم مع بدايه الحلقه، هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل كل الاحاديث والاخبار.